قاعدة امشي بدائك ما مشى بك ففي الحديث عن النبي محمد. تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، وهذه قاعدة الآن الأطباء يقولونها يتحدثون عنها، إذا تقدر تقوي مناعة بدنك بحيث ما تدخل شيء خارجي لا سيما هالمواد الكيميائية اللي موجودة في الأدوية تتغالب على مرضك، جيد، هذا أحسن إليك، خلي بدنك هو اللي يقاوم المرض. فإذا يقدر بدنك يقاوم هذا الداء لا تستعمل الدواء. وهذا في كلمات أمير المؤمنين واضح، امشي بدائك ما مشى بك، وقت اللي تقدر تتحرك وتتعايش وتنهض، طيب مو شوية نغزة في إيدك صارت رحت سويت لك 20 تحليل وما أدري تريد تترقد في العناية المركزة، طيب، وإنما جنب بدنك الدواء ما استطاع هذا البدن أن يقاوم الداء، هذا واحد. والأمر الآخر اللي فيه إشارة وهو أيضا الآن من المتعارف عليه عند الأطباء وأهل الصحة، قضية الوقاية والحمية. في الحديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم، يخففوا لا يتركون. حتى في حديث آخر عن الإمام الصادق قال: ليست الحمية من الشيء تركه، الحمية مو ترك الشيء، وإنما الحمية من الشيء الإقلال منه. ويذكرون هذا في الأطباء ونحن عيال عليهم، يقولون البدن ذكي أيضا، إذا تتعامل وياه من غير حرمان يهضم ويحرق بشكل طبيعي، فإذا أحس البدن أن هناك حرمانا من الطعام المعين، افترض من السكريات أصلا ما تعطي، يبدأ يقتصد في الهضم ماله، يخفف درجة الامتصاص، طيب. وهذا اللي يخلي يعني أحد الأسباب التي يذكرونها أن قسم من الناس أحيانا ينقطعون في الصحراء أو نعوذ بالله يوقع عليهم مثلا بنايات وكذا ويبقون فترات غير معتاد البقاء على قيد الحياة، 5 أيام أسبوع وأكثر من دون أكل ولا شرب، يقول هذا البدن يفتهم أنه ماكو شيء فينزل درجة الامتصاص والحرق إلى أدنى درجة ممكنة.